في أقل من عام سقوط سفينة موت تركية ثانية في المياه الليبية بعد رصد السلطات لحمولتها المشبوهة في ميناء الخمس البحري شرقي طرابلس، وبتفتيشها وإفراغها وجد عدد حاويتين حجمهما 40 قدم معبأة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا. السفينة تحمل اسم بي اف اسبيرانزا وترفع على دولة أنتيغوا وباربودا، أبحرت من ميناء مارسين في شهر نوفمبر الماضي حتى وصلت إلى ميناء أمبرلي في إسطنبول، وعلى متنها حاويتين بهما 4.8 مليون طلقة مصنعة من قبل شركتي زوراكي وريتاي التركيتين للصناعات الحربية والنظم الدفاعية. في شهر يناير الماضي ضبطت اليونان سفينة محملة بمواد لصنع متفجرات تحركت من تركيا إلى ميناء مصراتة لإغراق ليبيا في مزيد من الفوضى ومن العنف.